طلبت أحزاب سياسية مغربية من الأغلبية والمعارضة بتحقيق انفراج سياسي وحقوقي عبر إطلاق سراح معتقلي حرية الرأي والتعبير والصحفيين ومعتقلي الحركات الاجتماعية، خصوصا معتقلي حراك منطقة الريف. يأتي ذلك قبل أشهر قليلة من خوض المغرب للاستحقاق الانتخابي التشريعي والمحلي المرتقب في سبتمبر المقبل. على مشارف الاستحقاقات الانتخابية المقبلة في المغرب، يرى عبد القادر أن التوصل إلى حكومة قوية وقادرة على بلورة الإصلاحات المطلوبة في البلاد لا يمر فقط عبر تحسين أوضاعها الاجتماعية والاقتصادية، بل أيضا عبر انفراج سياسي وحقوقي يبت الأمل في نفوس المواطنين. الانتقام من حامل الأقلام، الانتقام من أصحاب الرأي هو خطة خاطئة وسيئة ومسيئة، مسيئة للبلاد ومسيئة للوضع الاجتماعي ومسيئة للمواطنين والمواطنات. إذن هذه فرصة، نرجو ألا نخطئ موعدنا مرة أخرى مع هذه الفرصة. أحزاب سياسية مغربية ربطت بين ما وصفته بإحداث رجة في الحقوق والحريات وبين إنجاح عملية الانتخابات والحد من العزوف السياسي عن المشاركة. مجموعة ديال الأوراش، الشغل، التعليم، حقوق الإنسان، الحقوق البيئية أيضا، هذه كلها هي واحد الملفات اللي كيخص أنه يبان في المدى القريب جدا الجدية ديال جميع الفاعلين السياسيين في أنه يخرج على الأرض الواقع، وإلا غتبقى فقدان الثقة هي العلامة البارزة لشباب المغرب ولمواطني المغرب. حزب العدالة والتنمية الذي يقود التحالف الحكومي قدم مبادرة لتحقيق الانفراج السياسي والحقوقي كما يقول، تضمنت مطالب منها صون حق التظاهر واستقلالية القضاء والتزام السلطات بالحياد في الانتخابات وإطلاق سراح الصحفيين ومعتقل الحراك الاجتماعي خصوصا في منطقة الريف. ثبت نفس سياسي وحقوقي جديد وتوفير انفراج أكثر من خلال إيجاد الصيغة الملائمة لإطلاق سراح باقي المحكومين على خلفية الاحتجاجات الاجتماعية وخاصة معتقل احتجاجات الحسيمة وكل الصحفيين، المعتقلين باستحضار روح الإنصاف والمصالحة. ويتوقع إجراء الاستحقاق التشريعي في 8 سبتمبر المقبل وسط مخاوف من العزوف السياسي، هو استذكارا لانتخابات 2016 حيث لم تتجاوز نسبة المشاركة 43%. مصالحة المغاربة مع الشأن العام من أجل رفع نسب المشاركة السياسية، أهداف سطرتها الأحزاب المغربية مستعملة أوراق الحرية وحقوق الإنسان في ظل أرقام تشير إلى انخفاض مؤشر الثقة في المؤسسات السياسية المنتخبة. فاطمة بوغنبور، الحرة، الرباط. من بروكسل معنا الآن عبر خدمة سكايب سعيد العمراني، إعلامي وناشط في حراك الريف. مساء الخير أستاذ سعيد، أهلا بك. بداية، كيف تتلقون أو تنظرون لهذه الدعوات الصادرة من مختلف الأحزاب بمختلف توجهاتها داخل المغرب حيال معالجة مسألة معتقل حراك الريف؟ شكرا الأخ الكريم، شكرا لقناة حرة على هذه الاستضافة. أولا، هذه الأحزاب نفسها المشاركة الآن في الحملة الانتخابية والمشاركة في الحكومة سبقت لها أن اتهمت حراك الريف بالانفصال ووقعت بيانا تتهم نشطاء حراك الريف بخدمة أجندات أجنبية بإعاز من وزارة الداخلية. هذه نفس الأحزاب كان لها إمكانية أن تضع هناك قانون العفو العام، فلم تقم بأي شيء من هذا القبيل. فقط إذا استثنينا برلمانيين ينتميان إلى تحالف أو فيدرال في يسار الذين قدموا ملتمس ولا أحد تكلم عن ذلك أو ساند ذلك أو دافع عن إفراج معتقلي حراك الريف. إذن ما الذي يعني إذن عودة الحديث عن هذه القضية الآن؟ هل ترونها مجرد استغلال فقط في إطار الحملة الانتخابية؟ إقناع نشطاء حراك الريف المفرج عنهم وكذلك سكان الريف الذين فقدوا الثقة في المؤسسات، فقدوا الثقة في الأحزاب، فقدوا الثقة في كل شيء نظرا للقمع الأعوج والأعمى الذي شن ضدهم، لأن كانت هناك ما يقارب
أكثر من 1000 معتقل سياسي من نشطاء حراك الريف. هذه الحملة القمعية ليست بجرة قلم أو بخطاب لبعض الأحزاب هو الذي يمكن أن يعالج هذا الأمر، بقدر ما أنه الحل الوحيد الذي يمكن أن يعالجه هو إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين وتحقيق المطالب التي دفعت هؤلاء الشباب إلى الخروج للشارع، لأن هؤلاء الشباب خرجوا من أجل إنصاف السماك المطحون في حاوية للأزبال هو الشهيد محسن فكري، وخرجوا أيضا لتحقيق عدة مطالب من بينها 20 مكتوبة 22 نقطة، ولكن لا أحد آنذاك سندهم بقدر ما أنهم عملوا على تكسير. ولكن لما لا التفاؤل الآن؟ قد تكون رغم كل ما ذكرت، قد تكون الآن محاولة من هذه الأحزاب الراغبة في تولي السلطة لتصحيح هذه الاختلالات وهذه العلاقة مع سكان منطقة الريف. في تقريركم يا سيدي هناك ناطقا رسميا باسم الحزب الحاكم أو المشكل الذي ترأسكم الآن حزب العدالة والتنمية يقول لكي نعطي نفس سياسي. هؤلاء في الحكومة لماذا لم يفرجوا على هؤلاء المعتقلين؟ لماذا لم يطلب من الملك إفراج على هؤلاء المعتقلين؟ 4 سنوات مرت والناس عانوا الويلات، هناك من عذب، هناك من اغتصب، وهناك من عزل في الكشف. قد تكون تغيرت المعطيات ربما أستاذ سعيد. قد تكون تغيرت ربما المعطيات والظروف، ليست الظروف التي كانت في السابق، قد تكون هناك حقا نية حقيقية لإصلاح هذه المشاكل. صديقي نعم 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 هناك أشياء تغيرت، وهذه الأشياء هناك مضرب عن الطعام والصحفي سليمان الريسوني قد يستشهد أي لحظة بعد مرور 61 يوما بالإضراب عن الطعام، هناك صحفي آخر معتقل ظلما وعدوانا هما عمر راضي، هناك أيضا المخزن يبحث ما أمكن أن يقوي الجبهة الداخلية نظرا لصراعاته الخارجية وخاصة مع إسبانيا مع الجزائر مع ألمانيا مع العالم. هذا الأخطاء التي تسقط فيها الدولة المغربية هي محاولة ما أمكن أن تعالج الخطأ بالخطأ، أن تعالج الأشياء التي ساهمت هي بنفسها في تأزيم الوضع. حراك الريف كان سلميا وطلب بمطالب عادلة والعالم يشهد عن ذلك، وفي الوقت الذي كان بإمكانهم أن يتدخلوا لحل المشكلة عقدوه واتهمونا بالانفصال، في حين أن لا شيء أثبت ذلك. حتى المحكمة لم تستطع بدلائلها المغرضة والكذبة أن تثبت ولو ذرة قلم على أن هؤلاء انفصاليين، وللأسف هؤلاء الأحزاب سندوا نظرة الدولة للحراك. والآن حتى السيد الذي تكلم عن من حزب عدالة التنمية يقول حراك الحسيمة، أحراك الريف؟ الناس خرجوا في ترقوت، في الناظور، في تماسين، في ترقيص، في كل مكان، لماذا هذا التقزيم؟ أضف إلى ذلك سيدي أن الآن النظام المغربي لديه ما يسمى بالنموذج التنموي الجديد، ويريد أن يوفر شروط لتفعيله. شكراً. في الوقت أن هذا النموذج التنموي الجديد أتى من فوق وهمش هذه الأحزاب لم يعد لها. شكراً لك أستاذ. نعم. ما أحوجنا أن تكون أحزاب قوية، ولكن هؤلاء الأحزاب بالضبط التي تتكلم الآن عن إطلاق سراح المعتقلين لقد فاتها القطار كما نقول. وشكرا لك. شكرا جزيلا لك أستاذ سعيد العمراني الإعلامي والناشط في حراك الريف، كنت معنا من بروكسل.